إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام سبورت. الأهلي يفكر في ضم مروان محسن لقائمته أمام بتروجيت. وأم بوابة أخبار اليوم الخميس، الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لبتروجيت. من الوفد أحمد أيوب، مباراة بتروجيت بوابة عودة الأهلي إلى مسيرة الانتصارات. ومن المصري اليوم، أجايي يغيب عن مباراة الأهلي وبتروجيت. من الوطن سبورت، طبيب الأهلي يعلن جاهزية ربيعة للمشاركة في المباريات. ومن الشروق، متعب ينتظم في تدريبات الأهلي. من اليوم السابع، الأهلي يتدرب في برج العرب غدا استعدادا لبتروجيت. ومن فيتو، علي معلول يكتسح استفتاء كاف لأفضل ظهير أيسر في أفريقيا. من دوت مصر، مدرب الأهلي الدوري بطولة النفس الطويل. ومن يورو سبورت عربية، بدء توزيع تذاكر الودية العالمية للأهلي وأتلتيكو الأسباني. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.